عن الله عز وجل إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول يا رب يا رب فأردهما فتقول الملائكة إنه ليس أهلا لتغفر له فأقول ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهدكم إني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوته فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل إلى متى تحجبون صوت عبدي عني لبيك عبدي لبيك عبدي